دايما يحط كده في كل جيل قديسين. وابونا فانوس طبعا كان عارف بعد نياحته، وقال قبل الميعاد ده ب 10 سنين في البيت بتاع مهندس ناجي توما، قال لسيدنا البابا ان انا فاضل لي 10 سنين واتنيح، وفعلا اتنيح في 2016 بعد 10 سنين زي ما ابونا فانوس قال بالظبط. هذا كمان 10 سنين، ايه فاضل 10 سنين؟ فاضل لي 10 سنين كمان، ربنا يديله طول.